السلام عليكم. رحلة سلام، ورجعنا بعد أسبوع. سيبكوا أسبوع كامل تفكروا في كل اللي احنا اتكلمنا فيه، والفترة الأسبوع اللي فات لأنه يعتبر أول أسبوع نكون خلاص اشتغلنا ونكون بدأنا البرنامج رحلة سلام، فكان عندي كم تعليقات كتير جدا وكم آراء كتير جدا، وبصراحة احترمتها جدا وشجعني أكتر أني يعني أدخل بقلب في المواضيع وأتكلم عن كل الأمور اللي شايف أنها بتحصل وبتتم في أي جلسة نفسية في الدنيا. رحلة سلام هي رحلة إحنا في خلال ساعتين بنخرج فيها عن كل المشاكل والمشاغل اللي في حياتنا، وبنركز قوي 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 علشان اللي هيتقال ممكن فعلا يغير شيء من خطة حياتنا أو طريقة حياتنا. النهاردة الموضوع يعني هدخل فيه على طول، موضوع النهاردة مختلف شوية، وأنا قاصد أني أبدأ بالحاجات التقيلة علشان اللي بيسمعني بالتدرج مع الأيام ومع كل أسبوع يتغير فيه ولو جزء بسيط في حياته. وهبدأ الحلقة النهاردة بأني أسألك سؤال، ولكن طبعا زي ما احنا متفقين أنا عايزك تسيب كل حاجة بتعملها، عايزك قدر الإمكان تكون مركز معايا علشان الحلقة دي حقيقي مهمة. هسألك سؤال معرفش إذا كنت اتسألته قبل كده ولا لأ. لو أنا دلوقتي قلتلك عملت إيه في حياتك؟ عملت إيه في مجمل حياتك اللي فاتت؟ وعلشان السؤال يبقى أوقع أو السؤال يبقى واضح أكتر، إنه لو ربنا أراد ينهي حياتك دلوقتي وهتقابل ربنا هتقف قدامه تقول له إيه؟ وده يعني مش نظرة تشاؤمية، احنا لازم في حياتنا نكون عارفين احنا بنعمل ايه في حياتنا وقدمنا ايه فيها، ولو قابلنا ربنا هنقول له ايه. لانه كلنا بنشوف قدامنا ناس كبار وصغيرين بسبب او بدون سبب يلقوا ربهم في اي لحظة وفي اي وقت، ومن الحكمة انك تكون عارف انك في اي لحظة معرض لده، بل بالعكس يعني النظرة دي أنا بشوف إنها نظرة تفاؤل مش نظرة تشاؤم خالص، لأنه الانتقال ممكن يكون شيء كويس جدا، والإنسان يقول يا رب وقت ما تردني إني أخلص حياتي ده أتمنى إنها تكون لحظة رضا وانتقل فيها إلى مكان أحسن وأفضل. فأنا بالنسبة لي هو سؤال غالي جدا ومهم جدا، عشت فترة طويلة من عمري معرفوش، لكن لما تسألته سكت معرفش أرد. عملت إيه في حياتك؟ أنا هاخد المكالمات بداية من دلوقتي مع إن الحلقة تقيلة ومهمة، ولكن هاخد المكالمات إذا في حد عنده إجابة للسؤال يكلمني. رقم التليفون 38-35-316 38-35-316. السؤال ده ممكن إن احنا نلاقي حاجات كتيرة قوي عملناها، ولكن أنا ليه بسأل عملت إيه في حياتك؟ لأنه في مجمل الحاجات اللي أنت كلنا عملنا حاجات كويسة وحاجات وحشة ومش عارف إيه، ولكن هل عندك عمل تقدر تقول أنا عملت الشيء ده وأقدر أقابل بيه ربنا؟ هل عندك عمل نقدر إن إحنا نقول ده أفضل عمل أنا عملته في حياتي وده اللي بأمل إن أنا أقابل ربنا بيه؟ وليه بقول كده؟ لاني لقيت ربنا بيقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وكانت بتعدي الايه دي عليا بقراها مش بفهم معناها، خلاص ربنا يشوف اعمالنا، ولكن لما وقفت لحظه وفكرت في معنى الايه دي هو ده اللي انا عايزك تحس بيه دلوقتي. تخيل معايا هذا النص، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
وللحظة كده لو فكرنا أو تخيلنا هذا المشهد اللي كلنا هنعيشه، اللي كلنا هنقف هذا الموقف، إنه حضرتك هيكون معاك كتابك وتدخل في ساحة واسعة جدا 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 فيها كل المؤمنون اللي جم على وجه الأرض بداية من سيدنا آدم لآخر إنسان. فتخيل حجم كم الناس دي قد إيه واقفين ليك أنت بس، واقفين علشانك أنت بس، وفوق كل البشر دول الأنبياء، سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا آدم وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وجميع الأنبياء وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كل ده المشهد اللي احنا هنعرض فيه او هتعرض اعمالنا. وفوق كل ده وفوق كل هؤلاء الناس والانبياء الله عز وجل في هذا المشهد ينتظر ان تعرض عملك. اذا كنت شايف ان الكلام ده تقيل او الكلام ده يعني انت مستغربه، وانه حياتنا مليانة دوشة وحياتنا فيها امور كتيرة جدا بنعملها، ولكن لازم تقف وقفة مع نفسك وتسأل نفسك، أنا لما أروح أقابل ربنا وربنا قال لي فسيرى الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فلما أنا فكرت في المشهد ده وتخيلته للحظة قلت يا لهوي، ده أنا مفيش عمل واحد يرتقي إلى إني أقدر أقوله في اللحظة دي. يعني مهما كنت عملت خير بس أقول إيه؟ يعني تخيل معايا هتقف تقول إيه في اللحظة دي؟ ده الواحد يتكسف، يعني حتى العمل الخير أتكسف إني ما عملتش حاجة أحسن منه. ولكن ده خلاني أقول لا، ده الموضوع لازم له يعني وقفة، لازم له إعادة نظرة في اللي أنا هقدمه في اليوم ده. وبعدين رجعت قلت طب هو إيه أصلا العمل اللي أنا ممكن أعمله يرتقي إلى إني أقف بيه، يعني أو أقف بيه قدام ربنا؟ لقيت إنه ربنا طالب من البشر إن هم يقدموا ولو عمل واحد، عمل واحد يقفوا بيه قدام ربنا. وده اللي لقيته برضو في كتاب ربنا، لما ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فتيجي تبص تلاقي تاب وآمن وعمل عملا، يعني عمل واحد. يعني من الممكن أن يكون مهما كانت إحنا كلنا أصحاب ذنوب وكلنا أخطأنا وكلنا، إلا من رحم ربي، في ناس أفضل يعني، ولكن هتكلم عن نفسي، ممكن تكون الأعمال كلها وحشة أو جزء كبير منها وحش. ففي الآية دي ربنا بيقول لك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وعشان كده لما بقول لك عملت ايه في حياتك، فهل في عمل واحد نقدر نقول انه انا العمل ده انا عامله سيفنج، او العمل ده انا شايله لحد لما اقابل بيه ربنا ويسرى فيا الآية عملا صالحا، اهو عمل واحد. فلما جيت احسب قلت انا ممكن اكون عملت، بس يعني انا محتاج ان العمل ده يبقى عمل قد ايه حجم العمل ده؟ فلو انت عملت حاجة نقدر نقول عليها انه عملا صالحا يبقى شيء هايل، ولكن لو ما عملتش فتعال بقى اسمعني في الحلقة دي عشان اقولك نعمل ايه من اللحظة اللي احنا فيها دي علشان تعيش حياتك كويس جدا زي ما انت عايز، ولكن تبقى عامل حسابك على اليوم ده، وعامل حسابك على الموقف ده، وعامل حسابك تقف في هذا الموقف معاك عمل على الأقل تفتخر أو تقف قدام ربنا مبسوط أو بتقوله وانت كنت عامل حسابه في الدنيا، وانت بتعمله كنت قاصد انك في هذا الموقف تقول هذا العمل.
احنا اتفقنا انه اعمالنا كبشر ما حدش يعني كلنا اصحاب اعمال كويسة وسيئة او اعمال طيبة واعمال غير طيبة، وده امر على فكرة ده الطبيعي، يعني كل ابن ادم خطاء فده الطبيعي، مش هقولك انه انت ازاي تعمل الغلط ولا هقولك، لكن اللي انا هقوله لك انه في فرق كبير بين البني ادم، وده حاجة مهمة جدا ركز فيها، فرق بين انه الانسان بيعمل الغلط ويستمر عليه وملوش لحظة رجوع، وبني آدم لما بيعمل الغلط رجوعه سريع سهل الرجوع، مش عنيد، مش مصر، مش يعني مدخل نفسه قوي، مش بيغوص في الغلط، عارف؟ لأنه إذا كان كل ابن آدم خطاء، لكن في بعض الناس المصرين، في بعض الناس اللي دايسين جامد قوي في الغلط. المشكلة عند الناس دي انهم مش بس بيعملوا الغلط، ولكن لان انا قعدت فترة اسأل نفسي يا رب لما كل الناس غلطانين، لما كل الناس اصحاب ذنوب، طب ايه الفرق بقى بين الانسان اللي هيغفر له والانسان اللي هيدخل النار لما كل ابن ادم خطاء؟ ايه الفرق بين بني ادم هيتعذب وبني آدم هيغفر له ربنا وهيدخل الجنة؟ لقيت إنه في معيار مهم جدا، هو إنه الغلط بتاع البني آدم ده جوه عقله عامل إزاي؟ لأنه في فرق بين إنك يعني في اتنين بيعملوا نفس الغلط، ولكن في واحد بيعمل الغلط وهو بيقول أنا نفسي ضعيفة قدام الغلط ده، أنا عارف إن أنا غلطان ونفسي ضعيفة قدامه. وواحد تاني بيقول لا، وايه المشكله؟ ما كل الناس بتعمل كده، هو هي جت عليا؟ ما هو بص الناس، شايف الناس بيعملوا ايه؟ طب شايف فلان الفلاني اهو، طب شايف الناس في الشارع بيعملوا ايه؟ هي جت عليا. عشان كده معيار الغلط مش بس انك بتعمل الغلط، لا ده في معيار اكبر من فعلك الغلط، هو نظرتك اصلا للغلط اللي انت عملته، لانه نظرتك هي اللي بتخلق جواك ان انا صاحب، انا غلطان، انا محتاج اتوب، او انا غلطان، لا ما كانش يصح ان انا اعمل كده. والنظرة دي بتتخزن في العقل الباطن، لان انا باني كل كلامي على الحلقات اللي احنا اتكلمنا فيها عن العقل الباطن، او الحلقات اللي اتكلمنا فيها عن الحاجات السابقة، وكل حاجة مبنية على اللي بعدها. فالعقل الباطن بيخزن الاسلوب اللي انت بتترجم بيه الامور. ففي اتنين عملوا نفس الفعل، واحد اصر عليه، خلاص عقله اخد على انه يعمل الغلط وشايف انه ما بيعملش حاجة زيادة. وبقابل الناس دي كتير اللي يقولك يا عم ايه المشكلة، يعني وانا لما عملت الغلط هو انا اذيت حد؟ هو انت محتاج منطق في انه ربنا يقولك ما تعملش فما تعملش؟ هل محتاج في دي منطق؟ يعني ربنا قال لك ما تعملش زي بالظبط ايه اللي يقول لك لا انا لو بص انا لو اذيت حد اتحاسب، انما انا ما باذيش حد يبقى مش غلطان. انت بتحط قانون او دستور لنفسك براحتك. ولما يجي الناس تقول لي كده اقول لهم عايز اسال سؤال، يعني هل حد يقدر يقول لي ليه ربنا حرم التفاح على سيدنا ادم؟ ايه السر في انه التفاحة ربنا يطلب من سيدنا ادم ما يقربش من الشجرة دي؟ هل التفاحة دي كانت مسممة؟ هل احنا محتاجين سبب الى انه ليه ربنا حرم على سيدنا ادم انه يأكل من الشجرة دي؟